طبعا انتم تعتبرون الاشخاص الاكثر غندا في البرنامج، وبالتالي سنبدا هذه الفقره وكل شخص سيكون لديه فقط 10 من الغند ليحرقها او تزداد الغندات عليه، وبالتالي اذا زاد الغند عندك راح تغادرنا في نهايه الفقره. ايضا راح يدعمكم تصويت الجمهور اللي بدا من شوي في حساب برنامج الذواقة على حسابنا في تويتر، والاعلى تصويتا من الجمهور راح يحرق 5 من الغندات، وبالتالي راح تساعده انه يكون اموره تمام. اخر مرحله راح تكون سؤال للاداره، وهي عباره عن 6 اظرف لكل شخص منكم، ظرف واحد، وهذا الظرف فيه سؤال مفتوح، ما هو ثقافي، ما هو خاص بالمعلومات، انما سؤال يحتاج اجابه ذكيه تلفت فيها الاداره والجمهور ل اساس ما تزيد عليك الغندات، تمام؟ طبعا هو سؤال فلسفي. يا سلام. عندنا بطاقات لكل شخص موجوده قدامكم، ممكن احد يستعرضها معي؟ ايه طيب هذه وريني اول واحده. طيب البطاقه الاولى وش هي؟ تعيد سؤال ثاني وريني بس على الكاميرا. هذه ايش؟ سؤال اضافي او سؤال اخر؟ لا تغيير السؤال. تغيير السؤال. اوكي هذه طبعا انتم عندكم عدد من الخيارات، مسموح لكم انك تختارون 2 فقط حتى نهايه الفقره، تمام؟ طيب هذه عندك، غير السؤال اللي بعدها. هذه سحب السؤال، راح اسحب انا السؤال قبل ايش؟ قبل الخيارات، قبل ما اقول الخيارات وبعد قراءه السؤال. يعني انت بتتوقع انك هذا السؤال بتعرفه، بتقول بسرعه السؤال ذا بيه اسحبه، فتسحب السؤال لك وبالتالي تستفيد منه. اللي بعدها تحويل السؤال، وهذا تقدر تنكب فيه واحد او تساعد فيه واحد، واعتقد ان هذا المكان ما هو بمكان بتساعدون فيه بعيد عن العواطف لمصلحتكم الشخصيه ولبقائكم في البرنامج. اللي بعدها هذه اضافه الغند لشخص ما ودك انه يكمل. طيب طبعا بتحذف من اللي عندك بتعطيه للشخص اللي ما تحبه. طيب روح اللي بعده، خلاص علقت انت ما بقى شيء، خلاص خلصت. كل واحد 4 كروت عنده، راح يقدر يستخدم 2 من الان. اوكي استخدم من الان 2. طيب في فيلم هندي خلينا نشوف. طيب ممكن كل واحد يختار 2 بس، يعطون تعطوني البقيه.